مساء الخير لكل متابعي الكورة والجماهير، أهلا ومرحبا بكم، وكل عام وحضراتكم بخير ورمضان كريم علينا وعليكم جميعا إن شاء الله. طبعا بنعتذر عن فترة الغياب بسبب الظروف التي تمر بها البلاد. إن شاء الله يعني نتواصل بصفة مستمرة وتعود الحياة بصورتها الطبيعية في القريب العاجل بإذن الله. ولكن يحضرني الآن قبل ما ندخل في حلقتنا، يجب أن ننوه ونعزي شهدائنا وشهداء الوطن من الجنود الذين يعني امتدت إليهم يد الغدر في سيناء، سائلين المولى عز وجل أن يرحمهم رحمة واسعة ويسكنهم فسيح جناته ويلهم أهلهم الصبر والسلوان، كما نتمنى الشفاء العاجل للمصابين. وهنا طبعا بنحب نوجه رسالة للعدوان الغاشم الخسيس الغادر، إن شاء الله وبفضل الله وبفضل أبناء مصر وجيشها القوي وقيادتها الحكيمة، سوف نظل صامدون بقوة وقادرون على أن نحطم آمال تلك الجماعات الغادرة الخائنة الخبيثة. طبعا لو عايزين تقولوا بقى للصبح، هنقعد نقول للصبح، لا دين ولا منطق ولا عقل، ورحم الله شهداء مصر. وتحية من هنا من برنامج الكورة والجماهير، تحية لشهداء مصر وتعظيم سلام لشهداء مصر، وتحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر. طبعا معانا هنخرج لفاصل قصير، وهيبقى معانا ضيف حلقتنا النهاردة الأستاذ محمد بيومي، خبير اللوائح بالاتحاد الدولي لكرة القدم. فاصل سريع وهنرجع لحضراتكم تاني. بعد ما رجعنا لكم من الفاصل، طبعا معانا ضيفنا الجميل، القامة الرياضية الكبيرة في مصر، الأستاذ محمد بيومي، خبير اللوائح بالاتحاد المصري بالاتحاد الدولي والاتحاد المصري أيضا، فهو قامة كبيرة في الرياضة المصرية. منور يا أستاذ محمد. كل سنة طيب والسادة المشاهدين بخير وسلامة إن شاء الله. وإحنا سعداء بوجودك معنا النهاردة للمرة الثالثة في برنامج الكرة والجماهير، ودايما بنتشرف بحضرتك. أنا اللي بتشرف بيكم، وإن شاء الله تكون حلقة مفيدة للجماهير يعني. كعادة حضرتك لازم تبقى حلقة مفيدة إن شاء الله. إن شاء الله. طبعا أروح برضو لجمهورنا متابعي الكرة والجماهير، مصر النهاردة بتحتفل بذكرى العاشر من رمضان، أكبر انتصار عسكري في العصر الحديث. كل النصر وكل الخير لجنود مصر وشهداء مصر، وإن شاء الله مصر هتبقى قد الدنيا. ونروح بقى لحلقتنا مع العلامة وخبير اللوائح الأستاذ محمد بيومي. النهاردة شكل الدوري الممتاز رايح فين؟ الدوري الممتاز يا استاذ محمد من وجهة نظر حضرتك، انت داخل على داخل صعب في العميق جامد. انت لك خبراتك الرياضية على مدى سنوات، وانا لي خبرات الرياضية على مدى سنوات. تمام. احنا في ظروف قاهرة. كويس. ظروف قاهرة يعني ظروف خارجة عن ارادة، مش ارادة مصر، ارادة العالم، العالم كله لابد ان يكون هناك قرار. تمام. وهو قرار من قرار يعني قرار من اتنين هيتاخد، يا اما الغاء الدوري. تمام. يا اما استئناف الدوري. خلينا نخاطب عقول السادة المشاهدين اللي هم السواد الاعظم والجماهير وكده، واللي بتأيد او بتعترض، ودايما احنا بنعمل لها حساب، نحسبها كده انا وانت مع بعض. لو تم الغاء الدوري، ايوه، ايه السلبيات اللي هتحصل؟ ولو تم استئناف المسابقة تحت في اي وقت، متى ما انتهت الازمة، ايه اللي هيحصل؟ لو قلنا الغاء الدوري، الأسئلة اللي هتطرح الآتي: من البطل؟ تمام. لا تستطيع، ما نقدرش نقول الأهلي بطل الدوري خالص، ولا نقتضي بفرنسا مثلا. قالت فرنسا غلطانة وهيتراجعوا، هيتراجعوا في القرار، والفيفا بيؤيد استمرار المسابقات. لكن خلينا نقنع السادة المشاهدين. أيوة. أنا وأنت عدد بسيط، لكن الجماهير الملايين دي، أول حاجة لو ألغينا المسابقة، من البطل؟ من الثاني؟ من الثالث؟ من سيشارك افريقيا؟ ويترتب عليها المشاركه في افريقيا طبعا. ومن سوف يشارك؟ ما هو القرار برضو قرار يعني دولي. ليه دولي؟
يعني هناك مسابقات افريقيه للانديه والمنتخبات تمام. وعالمي ودولي، لان في تصفيه كاس العالم. تمام. فالقرار احنا مش منفردين بيه، لا، اي قرار هيتخذ هيكون له تاثيرات خارجيه، تاثيرات سلبيه. طبعا 100% هي كل التاثيرات سلبيه، ولكن ايهما اقل ضرر؟ يبقى اذا لو احنا الغينا المسابقه مش هنبقى عارفين مين البطل ومين اللي هيشارك افريقيا. تمام. نمره 2 وهو الاهم، مين اللي هيهبط ومين اللي هيصعد. نمره 3 وهي اهم حاجه، انعدام الموارد الماليه كلها بنسبه 100%، واخرها الخبر اللي طالع النهارده. أيوة. بان اتحاد الكوره هيفسخ عقده مع بريزنتيشن. يبقى ثلاث سلبيات، الثلاثه اخطر من بعض. طيب خلينا لو نظرنا الى القرار الاخر اللي هو الاستكمال، استكمال المسابقه تحت اي، يعني متى ما سنحت الظروف بعد اي فتره زمنيه، هنيجي نشوف هنلاقي كل اللي هيحصل فيه ان هتتوقف العوائد الماليه خلال فترة التوقف. تمام. وتستأنف متى ما استؤنفت المسابقة. مصاب. تمام؟ طبعا دي سلبية، لكن ما فيش قرار ناجح بنسبة 100%. تمام. ولكن هذا هو أقلهم سلبية. سلبية. حتى نحد من المشاكل والاحتجاجات والاعتراضات التي ممكن تحدث. أنا وجهة نظري هي استئناف المسابقة. تمام. متى ما سنحت الظروف. يعني أهد من كلام حضرتك يا أستاذ محمد أن أنت متفق مع بيان النادي الأهلي بالأمس. أنا ليس لدي انتماء، أنا راجل بشتغل في القضايا الرياضية لا بدون والنوايح والأمور دي، مش متفق مع بيان النادي الأهلي. أيوة. ولا مختلف معاه، ولا بيان النادي الزمالك ولا مختلف معاه، أنا ببص لصالح كرة القدم المصرية. تمام. بس ده المعيار الوحيد عندي، هو صالح كرة القدم المصرية. الأستاذ محمد بيومي وتصريح أن حضرتك يعني الاقل ضررا استكمال المسابقه. طبعا، وشرحت لسيادتك. تمام. ليه يعني انا وضح، ولو حضرتك لك اعتراضات. أيوة. على الكلام اللي انا بقوله، خلي يعني اقول او اي حد من الساده المشاهدين. احنا بنستشهد، انا بوضح. احنا ليه بنستشهد بالقامات الرياضيه اصحاب الخبره يا استاذ محمد امثال حضرتك؟ في حاله لغط النهارده من الجمهور، واحيانا بقى انت عارف بقى المداعبات اللي بين الاهلي والزمالك. طبعا. والزمالك النهارده الجمهور يقول لك احنا لما نلغي الدوري خلاص الاهلي مش هيعلن بطل للمسابقه. الاهلاويه يقول لك لا احنا لنا الحق، احنا خدنا دور كامل بدون هزيمه. فانت شايف حضرتك ننزل خبر حصري في برنامج الكرة والجماهير على لسان الأستاذ محمد بيومي وهنزله على الشاشة الآن، ضرورة استكمال الدوري الممتاز هذا العام؟ هو الأقل سلبية، أقل ضررا، أقل ضررا. تمام. كويس. لكن هو معظم الآراء اللي على وسائل الاتصال الاجتماعي كلها. أيوة. بتبقى يعني مؤثر على الانتماء. الانتماءات. الزملكاويه مش عاوزين الدوري يكمل، الأهلاوي عاوزين الدوري يكمل. أنا لا ليا دعوة ولا بأهلي ولا بزمالك. أنا بقول إيه صالحنا. أنت حضرتك بتتكلم في صناعة رياضة. بالظبط. يعني لا بتبص للون الأبيض ولا للون الأحمر، حضرتك بتشوف المسار الصحيح للرياضة المصرية فين وكلنا نمشي وراه. النهاردة الخبر اللي طالع من اتحاد الكرة. أيوة. هيفسخ عقده مع برزنتيشن. أيوة. دي كارثة. ده أنا لسه جاي لاتحاد الكرة وحضرتك بقى يعني لا يفتى ومالك في المدينة. أنا يعني هو الناس بتفسر دايما تصريحاتها على الفيس إنها. أيوة. هجوم. يعني أنا لما أقول من 9 شهور سقطت مستحقات النادي الأهلي في قضية عبد الله السعيد، من 9 شهور. تمام. كويس. ويجي قرار الفيفا برفض هاجي لعبد الله السعيد. بس قبل ما اسمعك كلام يعني قبل ما نروح لعبد الله السعيد، طب في حاله حضرتك لو استكمل الدوري. تمام. وطبعا المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك ممكن او هو يعني صرح ان ممكن ينسحب من الدوري الممتاز، هل العقوبه هنا هل يعتبر النادي الاهلي فائز بالدوري؟ العقوبه متدرجه طبقا للائحه، انسحب مباراة كذا، انسحب مباراتين كذا، انسحب كذا، لغاية ما ينزل للدرجة الرابعة، لغاية ما يلغى النشاط. ده قانون. وده قراره هو. هو رئيس نادي الزمالك. صاحب قراره وبراحته. هو قراره، لكن يتحمل تبعية القرار. تبعات هذا القرار. وهناك لائحة واضحة تماما. بتوضح في حالة الانسحاب اللي بيحصل، وهي قرارات متدرجة لغاية ما توصل لمرحلة يا اما ينزل الدرجه الرابعه شاط بالنشاط اللعبه من نادي الزمالك حسب اللائحه. حسب اللائحه. طيب ناخد المداخله الاول. الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كابتن احمد. ازيك يا استاذ محمد؟ بمسي عليك وبمسي على الكابتن والقامه والعلامه الكبير والخبير الدولي طبعا
كابتن محمد بيومي. الله يخليك، كل سنه وانت طيب. كل سنه وانت طيب. وحضرتك طيب يا ابو حميد. وبنعزي شهداء الوطن، وطن مصر الجميل، وبنعزي كل مصر وشعب مصر بشهداء نفسينا، وربنا يرحمهم ويجعلهم في جنه الخلد ان شاء الله. ان شاء الله. امين يا رب. ان شاء الله. آمين. مع آمين. ام ضد استكمال الدوري يا استاذ محمد؟ ان شاء الله طبعا زملكاوي، واقول انا مع الغاء الدوري. لسه بنتكلم لسه بتكلم مع الاستاذ محمد اهو. لعده عوامل يا كابتن احمد، واختصر لك الموضوع عشان برضو وقتك والمكالمات. اتفضل سريعا يا استاذ محمد. طبعا احنا لازم دلوقتي الفرق تستعد كاننا داخلين على موسم جديد، فاحنا عاوزين من 4 أسابيع لـ6 أسابيع دي فتره اعداد للفرق اللي هتكمل الدوري. وطبعا مش هيكون الو معاك معاك وطبعا مش هيكون في فترة استعداد للدوري، لأن الفترة اللي باقية بسيطة جدا في الموسم. تمام. طب الناس اللي بره، هو دلوقتي الطيران مقفول ولا مفتوح؟ مقفول. الناس اللي هي بره هترجع ولا مش هترجع؟ المحترفين طبعا. تمام. تمام، دي حاجة. اتنين، إيه اللي هيعود علينا إحنا كجمهور في حالة إلغاء الدوري أو عدم استكمال الدوري؟ دي حاجة. أنا بكلم الكابتن محمد بيومي يرد بس على حتى سؤالين من الأسئلة اللي أنا بسألها. معاك. فهل دلوقتي الدولة قادرة على إن تهيئ على استرجاع الدوري المصري؟ هل الدولة مهيئة في الوقت الراهن على استرجاع الدوري المصري كدول العالم؟ طيب. ولكن هي الفترة اللي هيكمل فيها الدوري، الفترة دي مش هتسمح لإعادة استعداد الفرق. بس انا عارف ان في مشاكل كتير، وفي يعني حاجات كتير هتاثر على الانديه بسبب الغاء الدوري. طيب هتسمع الاجابه من الاسبوع. خليه هسالك، انا هسال حضرتك سؤال. اتفضل. لو الغينا الدوري، اتفضل، في اعتقاد سيادتك متى نستأنف الدوري الجديد؟ مش قبل شهر 10 يا كابتن، والله مش قبل اكتوبر ان احنا نستأنف الدوري الجديد طبعا. لا ده انا ازيدك كمان، لا ممكن تمتد الفترة الأكتر من كده كمان. اتفضل. ممكن تمتد. احنا لسه ده ظروف قاهرة ووباء ومش عارفين نهايته ايه. وبعدين في 12 فريق يا كابتن احمد دلوقتي كاتبين مذكرات وكاتبين جوابات رسمية وخطابات رسمية على انهاء الدوري. لا مش بمزاجنا. طيب احنا في مؤسسة يا محمد. لا دي مؤسسة يا محمد. بص يا استاذ محمد، قرار انهاء الدوري لا يتوقف على الدوري الممتاز فقط، ده هيتوقف على الدرجات الاربعه لحد الرابعه. يعني طب انا اقول لك كلمتين يا كابتن محمد اخرى، اخر كلمتين. اتفضل. الدوري هيتلغي هذا الموسم قولا واحدا. والله هو القرار قرار الاتحاد. سجل عندك يا كابتن احمد. حاضر. الدوري هيتلغي السنه. ماشي. قولا واحدا. حاضر يا ابو حميد. حاضر. ماشي. احنا مش في تحدي يا استاذ محمد، احنا بندرس الامر وبنشوف صالح الكره المصريه. تمام. هل نستأنف الدوري ولا نلغي الصالح ايه؟ انا مش عارف حضرتك متابعنا من اول الحلقه ولا لا، انا قلت سلبيات الالغاء وسلبيات الاستكمال. سلبيات الاستكمال السلبيه الوحيده ان احنا مش عارفين هنستأنف المسابقه امتى. الجديده المسابقه الحاليه. الحاليه. مش عارفين نستأنفها امتى، وايضا لو لغينا مش عارفين هنستأنف المسابقه الجديده امتى. مزبوط. يبقى السلبيه دي موجوده في الحالتين، لكن لو انا استكملت المسابقه هتفادى سلبيات مالية، هتفادى سلبيات تنظيمية، هتفادى مشاكل هتحتاج فيها أندية كتير على الصعود وعلى الهبوط، بالإضافة إلى المشاركات الخارجية والمشاركات الدولية اللي هي طبعاً. خصوصاً إحنا مش مستعجلين يا أستاذ محمد، يعني إحنا براحتنا ممكن نتأخر شهر ونكمل الدوري. أنا بقول دي وجهة نظري. أيوة. وشرحت وجهة نظري ليه كويس وبحياديه، انا ما عنديش اهلي ولا زمالك. فاهم. فانا بقول كده. طبعا وجهه نظر الاستاذ محمد تحترم اكيد. ماشي. وقال سلبيات حقيقيه، بس هو بيتحدانا بقى في الاخر يعني. لا هي مش موضوع تحدي، انا مش احنا مش بنتحدى بعض. أيوة. احنا النهارده بنتناقش للوصول الى الحل الاقل ضررا، الاقل ضررا للمسابقه للرياضه المصريه والفرق. وبناء عليه اذا المسابقه اتاخرت من حق الانديه ان تخفض عقود اللاعبين. ايوه. والفيفا سمح بهذا. تمام. ايضا الفيفا سمح بتغيير فترات القيد، يعني طبعا الدنيا ارتبكت في العالم كله. فسمح بتغيير فترات، سمح بتمديد العقود
تمام الى ما بعد انتهاء هذه المسابقه. طب سؤال يا استاذ محمد برضو لازم اساله لحضرتك، هل الفيفا سمح بفسخ عقد اللاعبين في حاله عدم سداد مستحقاتهم؟ لا بس ده موضوع ملوش دعوه بالوباء اللي احنا فيه، ملوش علاقه. ملوش علاقه. لا يعني انت هتساله في حاله الوباء ايوه، ولا في الحاله العاديه؟ في الظروف اللي احنا فيها. تمام. الانديه من حقها ان تخفض من مستحقات اللاعبين والمدربين الموظفين. لا الموظف ده شغل لان انت سيادتك بتشتغل هنا في القناه بتاخد راتب. تمام. ده اسمه معاش. مصاريف الاعاشه اللي بتاكل وتشرب منها لا مساس بيها، وبتصرف على بيتك واولادك. تمام. اما لاعيب الكوره ما بيخش ملايين عشان ياكل ويشرب. مزبوط. دي وظيفه استثنائيه بظروف استثنائيه. عقد. لما ماتوا ال 74 واحد واتلغت المسابقه. ايوه كويس. الفيفا سمح بتخفيض عقود اللاعبين بما يتناسب مع حجم الضرر اللي حصل. يعني نيجي نحسبها، نفترض ان حجم الضرر حصل في عقود الرعايه وعقود التسويق والبث التلفزيوني بنسبه 50%. اذا من حق الانديه ان تخفض مستحقات اللاعبين بنسبه 50%. وايضا من حق الاتحاد ان يخفض مستحقات الانديه بنسبه 50%. هذا هو المعيار اللي بيعتمدوا الفيفا. هتقول طب انت جبت الكلام ده منين؟ انت بتالف. لما اتلغت المسابقه في لعيبه اجانب راحوا اشتكوا للاتحاد الدولي ان الانديه خصمت من مستحقاتهم الماليه نتيجه توقف المسابقه لظروف قاهره، والانديه خفضت ما نسبته كذا نتيجه الانخفاض اللي حصل في الدخل. اعتمد الفيفا هذا القرار. تمام. ووافق عليه. طيب ناخد الاستاذ سعد عبد الغفار الاول. اتفضل استاذ سعد. مساء الخير. مساء الفل يا كابتن احمد، سعيد جدا بوجودي مع حضرتك دايما، برنامج حضرتك المحترم ربنا يخليك، وجود قامه كبيره زي الاستاذ محمد دايومي خبير الدولي لوائح الفيفا. الله يخليك، كل سنه وانت طيب. وحضرتك بألف خير يا رب. استاذ سعد رئيس تحرير جريده نبض في الاهليه. اهلا يا استاذ سعد. اهلا بحضرتك. موضوع استكمال الدوري من عدمه كابتن احمد واستاذ محمد، فضل. الموضوع شبه مستحيل صحيا، عشان هيبقى اكبر نسبه مخاطره كبيره على اللعيبه والاطقم الفنيه. تمام. انا عارف ان هيبقى في خسائر ماديه كتير على الانديه بسبب الغاء الدوري، بس على الاقل هنحافظ على الثروه القوميه من اللعيبه بتاعتنا كلها. ما احنا عارفين ان هيبقى في خسائر ماديه. يا استاذ سعد، احنا لا يمكن باي حال من الاحوال استئناف المسابقه، او حتى لو الغينا ونعمل مسابقه جديده الا بعد انتهاء هذا الوباء، لان ده طبعا ده شيء خطير جدا. ففي كل الاحوال احنا ماشيين الى في حاله استئناف المسابقات سواء الغاء او استكمال الا بعد ما تنتهي الظروف اللي احنا فيها دي، ودي ظروف عالميه. تمام. اكيد طبعا. اكيد طبعا يا محمد. لو نظرنا لها سيادتك من ناحيه لو نظرنا لها من ناحيه ان احنا يجب ان احنا نلغي المسابقه، طيب ماشي، وهنبدا المسابقه الجديده امتى؟ مفترض على شهر 8. لا طب ليه شهر 8؟ ليه؟ وممكن 10 وممكن 11 وممكن بعد اسبوعين، الله اعلم. الله اعلم فعلا. ماشي. الله اعلم. طيب عاوزين نشوف، انا النهارده عندي بيت، احسن لي ابيعه ولا صلحه واجره؟ لازم احسبها كده. انا هل احسن لي الضرر الاقل ايه؟ لو انا استأنفت، خلي بالك من كلامي، لو انا استأنفت المسابقه متى ما سنحت الظروف، التعبيرات دقيقه جدا، يعني اصبح الوباء دوت انتهى، اصبحنا في ظروف صحيه سليمه، نستأنف. لم يتم ذلك لن نستأنف خالص، حتى لو ادى الامر الى اكثر من ذلك، لان ده وباء في منتهى الخطوره وسريع الانتشار ويهدد حياه ملايين، فيجب ان نحتاط اكبر الحيطه. فده اللي انا عاوز اقوله، يعني ايه يعني لازم ندرس الموضوع، ايهما اقل ضرر؟ هذا الاثنين ضارين، الاثنين لهم سلبيات، الاثنين لهم خسائر، لكن ايهما اقل؟ وبعدين يعني مثلا كل اللي طبعا حضرتك اكيد متابع كره القدم في جميع انحاء العالم. اكيد طبعا. مش ملاحظ حاجه؟ مش ملاحظ حاجه في كل دول العالم؟ كلهم قال لم تتخذ دوله قرار. محدش خد قرار فعلا. ولا دوله خدت قرار، كله منتظر. الدوري الفرنسي اعتقد بس اللي خد قرار، الدوري الفرنسي وهيتراجع فيه. وهيتراجع.
في واحد شوف وبنفسك اشوف، لكن المؤشر الواضح قدامنا كلنا صح ان مفيش دوله اتخذت قرار، كله منتظر مترقب، كله ليه ما اتخذوش قرار؟ لانه مش عارفين، مظبوط مش عارفين ايه اللي هيحصل، فبالتالي منتظرين متحسبين ستاند باي لغايه ما يشوفوا هيعملوا الدنيا إيه؟ تودينا فين بالظبط. صح اكيد طبعا يا استاذ محمد، معلش يا كابتن احمد استاذنك بس نص دقيقه أؤمر. ما يكون الاستاذ محمد معانا وما نسالوش عن موقف نادي الزمالك من قضيتين حمدي النجاز وكهرباء. طب انا هستاذنك هستاذنك يا استاذ سعد، انا معايا السؤال ده ويا ريت تتابعنا، وده اهم سؤال بقى عندنا، وعبد الله السعيد كمان وهيجيب، ومعانا عبد الله السعيد كمان وخالد بوطيب كمان وخالد بوطيب ما تستعجلش الاحداث يا استاذ سعد حبيبي يا كابتن احمد، واعمل مداخله ثانيه لو عندك استفسارات حبيبي. شكرا يا استاذ. طبعا ناخد موقف رمضان صبحي في عجاله كده يا استاذ محمد، وطبعا اعارته هتنتهي في الموسم ده، هل هو مكمل مع النادي الاهلي؟ هل انا سمعت خبر ان النادي الاهلي نجح في التجديد معاه، هيجدد؟ سمعت خبر مش متأكد. اعاره ام خلاص بيع بقى للنادي الاهلي؟ والله مش عارف، بس انا سمعت خبر ان الاهلي، الخبر كان مبهم، نجح نجح الاهلي في انهاء يعني حتى التعبير كده في انهاء ازمه رمضان صبحي، وانا مش عايزين نتكلم فيها كتير، بس هو 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 في مصر يبقى في النادي ما عندناش معلومات دقيقه، لكن اللي سمعته ان الاهلي نجح في موضوع رمضان، نجح كده النص ايه، حل ازمه رمضان، حل ازمه رمضان، هل حلها بتجديد الاعاره، هل حلها بانتقال نهائي؟ لا الخبر كان مبهم يعني، مبهم. بس هو يعني معلوماتنا ان رمضان في مصر هو في النادي الاهلي اعتقد قولا واحدا، اعتقد يعني. هو ما يعني ما اعرفش، لكن خلي بالك في عالم الاحتراف كل حاجه، سيبك بقى من موضوع الانتماء والولاء يعني، هو الجماهير اصلا هو الانتماء للجمهور وليس للاعبين بالظبط، هو الجماهير يعني تعودت انها ما بتشوف نجم من النجوم غير يعني متقبله وضع انها تشوفه في لابس تيشرت تاني اهلي او زمالك فعلا ماشي صح. لكن النهارده معلش يعني متاسف، حضرتك هنا بتاخد راتب 10 قروش تمام، جت قناه ثانيه قالت لك اتفضل عندنا براتب 10 اضعاف تمام، هتقول لا انا ولائي وانتمائي، لا ده مش يبقى ولائي خلاص، ما عدناش بقى احنا في عصر الاحتراف خلاص. وبعدين على فكره يعني الموهبه لها قيمتها تمام، انت مش هتدفع ثمنها غيرك هيدفع صح، ده الاحتراف، لكن ولائي انتمائي احمد فتحي مش عارف ايه، عصام عاشور، احمد فتحي، عبد الله السعيد، لازم مع الاحتراف، كابتن حسام وابراهيم، كابتن رضا عبد العال قبل لازم كده، لازم نتقبل صح. يعني حتى الجمهور دي ثقافه يعني الرياضه بقى يا كابتن محمد، يعني حتى الجمهور يجب ان يتعود هذا الامر كويس، وينسى لاعب ساب نادي ينسى يعني ليفربول بيموتوا، محمد صلاح عندهم يعني كان واحد نزل تصريح انا هسلم عشان انت سبحان الله فعلا كويس، يعني حب النجم ده حاجه تانية لو بكره اتنقل ريال مدريد ولا برشلونه خلاص خلاص بنشوفه خلاص صح، مع ان في اوروبا كره القدم هي ثقافه شعب مظبوط، يعني جزء من حياتهم الاسبوعيه هي حضور مباراه كره القدم لفريقه، بيروح النادي او الاستاد من بدري الساعه 10 الصبح يفطر ويتغدى وبعد الماتش يتعشى، يعني طول اليوم في النادي أيوه. يعني انا حضرت مباريات في الدوري الانجليزي أيوه. كويس، وشفنا الحاجات دي بنفسنا يعني أيوه. يعني انا كنت مدير نادي الجزيره ومانشستر سيتي سيم اونر الجزيره ومانشستر سيتي الشيخ منصور تمام كويس، فكنا يعني في مهمه هناك وكده، فحضرنا مباراه فشفت انا بنفسي ايه اللي بيحصل، يعني احنا من بدري قوي لاعبين ويسمحوا ان الجماهير تشوف اللاعبين في اماكن معينه، بس ما حدش يقوم يسلم أيوه. ولا لا بتتحرك والجماهير يشاور له كده من بعيد وكده، يعني هم عارفين حتى القواعد والبروتوكولات بتاعه المباراه دي، ثقافه زي ما انت قلت فعلا، يعني مفيش حد يقوم يتصور يعمل جمهره لا لا، مثلا موجود مثلا في اماكن في المكان ده 3-4 آلاف شخص أيوه. عدد كبير يعني أيوه. لكن ما حدش يتحرك ولا يقوم، واللعيبه بتتحرك بتروح بتيجي مفيش حاجه بقى يعني. طيب حضرتك اروح لسؤال بقى مهم جدا بيشغل الراي العام وخصوصا الجمهور الزملكاوي، وازم ازمه وراء ازمه وراء ازمه، موقف نادي الزمالك، وطبعا يعني لا يفتى ومالك في المدينه احسن حد هنسمع رايه في القضيه دي، وانا طبعا الحلقه هتبقى قدام الناس كلها، وانا عارف ان كلام الاستاذ محمد بيومي غالبا
باللوائح وبالقوانين غالبا ما بيكون هو الصح. عايزين حضرتك تشرح لنا في عجالة موقف نادي الزمالك من النجاز، موقف نادي الزمالك من خالد بوطيب، موقف نادي الزمالك من محمود كهرباء. ما ينفعش إجاز بس هقول بسرعة. براحتك طبعا. لا براحتك. لا براحتك. هقول بسرعة. لان دي قضية الرأي يعني. ده رأي عام. عاوز اقول لساتك معلومة. هنبدأ بالنجاز. نبدأ باللي انت عايزه. ماشي. بس عاوز اقول لك قبلها معلومة. اتفضل. انت عارف اصدقائي على الفيس كم شخص؟ 5000. والله العظيم اقل من 70. تمام. خلاص. انا من 3 سنين لا اقبل اي صداقات. تمام. خالص لان للاسف في تطاول يعني. ايوه ايوه كويس. فبوستات اللي بنزلها بيشيروها، هي بيبقى تعصب بس. لكن انا اصدقاء على الفيس قليلين جدا وانا لا اقبل صداقات. تمام. خالص خالص يعني. ايوه. في 9 فبراير اللي فات. ايوه. وده بوست نازل انا كاتبه. ايوه. ونازل قلت سوف يخسر نادي الزمالك قضيه النقاص وسوف يدفع كامل مستحقات اللاعب طبقا لعقده اللي هي 1,200,000 دولار. هي 1,300,000. و300,000 لو جيت تشوف القرار اللي صدر من غرفه صد المنازعات في الفيفا هتلاقي 288,000 دولار. دي قيمه ال4 شهور اللي هم ما خدوهمش، ومليون وشويه باقي مستحقاته طبقا للعقد. تمام. يبقى دي كامل مستحقات العقد، يعني الكلام اللي انا قلته بالحرف. طيب هو انا ساحر ولا بعلم الغيب؟ لا ابدا. قانون قدام. بس انا راجل بشتغل قضايا كره قدم في الفيفا ومحكمه التحكيم الرياضي من 40 سنه. تمام. فعندي خبره وعارف القوانين واللوائح. طيب. فخدت وقائع. سؤال اعتراضي بعد اذنك يا استاذ محمد. لو الاستاذ محمد بيومي النهارده هيمسك قضيه النجاز طرف لنادي الزمالك، هتكسبها ولا لا؟ قولا واحدا. لا. الزمالك خسران قضية النجاز. واي قضية يصدر فيها حكم ادى محامي في العالم ما يكسبهاش. ليه؟ ايوه. لان غالبا يعني المرات النادرة اللي محكمة التحكيم الرياضي لغت حكم الفيفا سواء كان من لجنة اوضاع اللاعبين او من غرفة فض المنازعات، وهما جهتين بيفصلهم حسب طبيعة القضية. ايوه. مرات نادرة. منها على سبيل المثال مرة طريفة جدا يعني. أيوة. براحتك اتفضل يا استاذ محمد. اللاعب من حقه انه ينهي عقده مع ناديه خلال 6 شهور. لا، اذا لعب اقل من 10% من مباريات الموسم. تمام. تمام. ففي لاعب تقدم ونهى عقده طبقا لهذا القرار. تمام. لعب اقل من 10%. هو البند ده ضد ولا مع اللاعب؟ البند ده مع اللاعب. مع اللاعب. تمام. ليه؟ وممكن يبقى في صالح اللاعب لو لاعب مستواه تعبان، لكن اللاعب بيجي له عروض كويسه يرجع هنا لنسبه المشاركه. في اللاعب. المهم الفيفا فصل بحق اللاعب في انهاء عقده. اللاعب استأنف في محكمه التحكيم الرياضي. تمام. دي من المرات النادره محكمه التحكيم الرياضي ابر هاند فوق الفيفا يدعو لي. طيب. وجهت استئناف نهائيه والفيفا اعترف بهذا. تمام. فجت المحكمه لغت حكم الفيفا. ليه؟ الفيفا ما بيجي يحسب ال 10% بيحسبها ازاي؟ بيحسبها بالدقيقه. يعني مثلا الموسم 3000 دقيقه. تمام. يبقى لازم اللاعب 10% بقى. اللاعب يلعب اقل من 300 دقيقه. ال 10%. تمام. فالفيفا قالت اللاعب لعب اقل من لعب اكتر من 300 دقيقة. اسف، رفضت انهاء العقد. لعب اكتر من 300 دقيقة. لعب اقل من 300 دقيقة وادالك له انهاء عقد. تمام. ماشي، فعلا فسخت العقد. اما راح محكمة التحكيم الرياضي قالت لك لا. ايوه. العقد ده ميثاق غليظ ما ينتهيش بالسهولة دي، وحق النادي ما يروحش بالسهولة دي. ايوه. حسبت ال 10% طبقا لعدد المباريات. فلقت اللاعب لعب 8 مباريات. اجمالي 8 مباريات دولت 200 دقيقة. لكن لما جت تحسبهم لقتهم 20% من المباريات. فرفضت انهاء العقد. طيب السؤال اللي بيطرح نفسه، مين الصح؟ وجهة نظر الفيفا. ايوه. ان اللاعب هنا
لعب اقل من 10% وده ظلم على اللاعب من ناحيه يبقى حقه يفسخ عقده الفني، فدت له الحق في فسخ العقد ده مبررها كويس. محكمه التحكيم الرياضي قالت لا ده ظلم على النادي والنادي تكبد مبالغ و و و ما يروحش اللاعب بالسهوله دي. كل مبرر له يعني، وقرار التحكيم الدولي يمشي نهائي ابرهاند لا رجعت فيه. اه دي من الحالات النادره اللي طيب. حصلت ما بين الفيفا ومحكمه. طيب احنا عندنا ثلاث لاعبين. اه خلينا نتكلم. النجاز بطيب كهربا. النجاز انا بشوف وقائع القضيه. ايوه. فلقيت وقائع القضيه اخلال من نادي الزمالك بعقده مع اللاعب. تمام. بطبق الوقائع دي على القوانين واللوائح. تمام. نادي الزمالك اخلى بالعقد، يبقى من حق اللاعب ان ينهي العقد، لان الماده 18 من لوائح الفيفا دي قضيه دوليه. تمام. لاعب تونسي ونادي مصري تبقى قضيه دوليه. طيب كويس. عند النقاص تقدم انه ما خدش مستحقاته لمده 4 شهور، والماده 18 فقره 1 بتقول النادي الذي يخفق في دفع مستحقات اللاعب لمده شهرين متتاليين يحق للاعب ان ينهي عقده مع حتى لو واخد مقدم عقد. هقول لسيادتك قضايا كره القدم لا تتداول بحواديت. تمام. بمستندات. مستند. حمد النقاز قدم ما يفيد انه ما خدش مستحقاته 4 شهور. خلاص نادي الزمالك لم يستطيع ان يقدم ما يفيد ان حمد النجاز خد مستحقاته في موعدها. تمام. طلعوا قالوا بقى جواب مزور مش جواب مزور. أيوة. برضو عشان الساده المشاهدين يبقوا اصل جواب مزور ده النادي كده هيدخل نفسه في ازمه. لا انا بقول لسيادتك عشان اعرفك ان الكلام ده مش صحيح. ايوه. لما بيكون في قضيه في غرفه فض المنازعات في الفيفا اول مرحله في القضيه هي ايه؟ مرحله تداول المذكرات القانونيه. طيب. وبتتم على مرتين لكل طرف من الاطراف. كويس. المدعي اللي هو النقاز ومحاميه بيقدم المذكره او القضيه او الدعوه مرفق بها المستندات بتاعته. كويس. بترسل هذه المستندات كامله للمدعي عليه وهو نادي الزمالك، يرد نادي الزمالك عليها، تروح للنقاز مرة تانية يرد. طيب. على مذكرة الزمالك. أيوة. تروح للزمالك يرد على المذكرة التانية بتاع النجاز، وبعد كده تغلق مرحلة تبادل المذكرات القانونية. لو نادي الزمالك صحيح وهناك جواب مزور أو جواب بيدحض ادعاء النقاز لماذا لم يتم تقديم الدفعات عن هذا؟ لماذا لم يتم تقديم دحض لهذا الخطاب؟ عندك فرصه انك تقول لغرفه فض المنازعات. تمام. الجواب ده مزور، الجواب ده مش صحيح، ايا كانت مبررات هات لي تبريراتك. انت ما قدمتش تبريرات لم تقتنع بها غرفه فض المنازعات. فبالتالي رفضت. رفض. يعني وعندك فرصه كافيه، يعني بدوك فرصه شهر ترد. كويس. يعني يعني هو بيقول لك 21 يوم كويس، وممكن تطلب تمديد. طيب. 10 هل سنة. هل اللي هيصير مع النقاز هيصير برضو نفس الكلام هو يبقى مع كهربا مع لا شوف. خالد بطيب شوف هقول السادة اتفضل. قضايا اوطاع وانتقالات اللاعبين لا توجد قضيه تشبه اخرى انديفيدوال فرديه، ذلك حالات انتقالات اللاعبين او اداره اوضاع وانتقالات اللاعبين في اي اتحاد من اعقد الامور اللي بتتطلب خبرات عميقه. طيب. لسنوات. ناخد طويلة. ناخد الاستاذ علي الاول. اتفضل. مساء الخير يا استاذ علي. الو. طيب. وحضرتك طيب؟ ايوه اتفضل يا استاذ علاء سامعك. تقول لي في التلفزيون صوت لما يجي بعد ما بتكلم يعني. صوت التلفزيون بس يوطى شويه يا استاذ علاء بعد اذنك. ما فيش مشاكل، انا بعدت عن التلفزيون خالص. اتفضل يا استاذ علاء. كل عام وانت بخير. اول وحضرتك طيب. الله اكرم. انا مسي بس الدكتور محمد. كل سنه وانت طيب. كل سنه وانت طيب يا فندم. وانت بالصحه والسلامه. دلوقتي انا سامع من اول الحلقه. تمام. لحد وقت نهايه. كويس. ولما جت قضيه النجاز انا حبيت استفسر عنها، حبيت اسمع سيادتك يعني. اتفضل. دلوقتي انت لما تقول لحق نادي الزمالك كله ضايع. ضايع؟ ان القضيه كده بتاعت النجاز كده. انا ما بقولش نادي الزمالك ضايع، نادي الزمالك كيان كبير وبيتكلم في قضيه النجاز يا استاذ علاء. لا لا يا فندم انا ما بكلمكش في نادي الزمالك ضايع. لا ده سيادتك اللي قلت، انا ما قلتش حاجه. لا انا بكلمك يا فندم على قضيه حمد النجاز. ايه المطلوب يا استاذ علاء بعد اذنك؟
المطلوب ان دلوقتي لاعب فسخ عقده وكان بياخد حقوقه وبياخد كل مستلزماته وياخد دنيته. طيب الاستاذ محمد بيومي قال لك العقد هو شاكي ان انا ما خدتش حقوقي 4 شهور، انت معاك ما يثبت ان الزمالك اداله حقه 4 شهور؟ طب ما هو الزمالك مطلع عقودات يا فندم. طيب ما خلاص على اخر شهر مديله اللي هو شهر يناير، وشهر يناير ده ما كانش يتلعب اصلا، هو يعني واخده مقدم. اسمه استاذ علاء. يا استاذ علاء اتفضل. لو نادي الزمالك دفع مستحقات اللاعب كان عليه ان يثبت انه دفع مستحقات اللاعب، لكن حقيقه الامر يا استاذ علاء ان نادي الزمالك لم يستطيع اثبات انه دفع مستحقات اللاعب، عشان كده خسر القضيه. يعني هي كده نقول القضيه انتهت والزمالك لازم يدفع مستحقات حمد بص الاستئناف ممكن يقلل المبلغ 200-300 ألف دولار، مش اكتر من كده، لكن نادي الزمالك خسر القضيه خلاص. بص يا استاذ علاء، خطوره الامر في ايه؟ حمد النجاز ده لاعب نادي الزمالك، لما نادي الزمالك جابه مش دافع فيه فلوس؟ نعم. اما يمشي اللاعب ببلاش وكمان نادي الزمالك يدفع، مش تبقى خساره كبيره؟ دي اكبر خساره. يبقى احنا كده بنعرف ندير كره القدم صح. يبقى نعم. احنا كده فاهمين اللوائح والقوانين الرياضيه صح. طب يا استاذ علاء هسالك سؤال تاني. اتفضل. اما يكون الامر ده متكرر مع نادي الزمالك في 7-8 قضايا، هو ده مش يبقى اخفاق في اداره كره القدم المحترفه، ولا انا كده بهاجم نادي الزمالك؟ ما هو الزملكاويه بيزعلوا مني. على فكره انا عاوز اقول لسيادتك حاجه، الزملكاويه والاهلاويه بيزعلوا مني لان انا بقول الحق. انا راجل بقول الحق، انا لا يهمني اهلي ولا زمالك، ولكن انا يهمني ان نادي الزمالك والنادي الاهلي يبقوا ناس فاهمين واعيين. ديرك انديه عريقه. انت تعرف ان الاهلي والزمالك الناديين الوحيدين في الوطن العربي اللي لهم مشجعين في جميع انحاء العالم؟ شفت القيمه بتاعتهم ايه؟ الى اي درجه القيمه؟ ده رقم قياسي ده بالنسبه لانديه العالم. ده انا بقول لك يعني ريال مدريد وبرشلونه ومانشستر يونايتد وليفربول لهم مشجعين في جميع انحاء العالم، ايضا الاهلي والزمالك يتمتعوا بهذه الميزه. يعني انا اشتغلت في الدول العربيه كتير 40 سنه، كان عادي مثلا اي واحد مواطن من الدول دي انت اهلاوي ولا زملكاوي؟ يقول انا اهلاوي او زملكاوي. تمام كويس. احنا في موقف محرج خارجيا اما بيلاقوا عندنا الاخفاقات. يا استاذ علاء احنا عندنا قانون رياضه من سنه 1947، عندنا قانون للهيئات الرياضيه، وعلى الرغم من كده عملنا قانون هزيل، وللاسف الشديد من صاغوا هذا القانون بيطلعوا بكل تبجح في القنوات الاعلاميه يتكلموا ويفتم وهم من ارتكبوا هذه الجريمه. احد الاشخاص قال لك احنا هنروح موسوعه جينس من الخبراء اللي عملوا القانون ويطلع بهذا الفشل الكبير. هقول لك ايه ولا ايه يا استاذ علاء؟ استاذ علاء يا ريت تسمع. يا استاذ علاء الاستاذ محمد بيومي ملوش مصلحه مع اهلي او زمالك، استاذ محمد بيومي بيتكلم من خلال شغله كلوائح وقوانين، هو لا مع ولا مع ضد. شكرا يا استاذ علاء. طبعا طب موضوع كهرباء رايح فين يا استاذ محمد؟ احنا خلصنا كده من موضوع النجاز. النجاز خلاص. موضوع كهرباء طبعا القرار اتاخر. في موضوع النجاز المحامي بتاعه ذكي. ايوه. عمل حركه انهت القضيه بالضربه القاضيه. ايوه. نادي الزمالك رد واهي ضعيف. ايوه. ما قالش فيه اي حاجه. ايوه. فجه محامي النجاز قال احنا بنترافع عن الرد على هذه المذكره لعدم احتوائها على اي معلومات موثقه او اي معلومات ذات اهميه. كويس. راجل فيفا. شكرا. انت ما قدمتش اي دفاعات خالص. ما قدمتش. انت قلت كلام هلامي مش واضح. فده سرع بقضيه النجاز. موضوع كهرباء يختلف شويه، القضيه محتاج يعني معقده. هل الاهلي طرف في القضيه؟ انت عاوز الاهلاويه يشتموني اكتر ما هم بيشتموني؟ لا احنا بنتكلم، انا عارف رايك. طبعا طرف. الاهلي طرف بس مش طرف رسمي. ايوه ما لا احنا مش طرف. ما الناس بيقول لك ايه عندك دليل؟ لا ما عنديش دليل، بس واضح جدا ان ده بيننا وبين بعض احنا عارفينه. لا وهو في الاعلام كمان اهو واضح جدا الاهلي ورا الموضوع. لا قانونا، لا قانونا الاهلي غير مسؤول ولا عليه اي حاجه، بس وادار هذه القضيه بمعلمه قوي. كويس، لان اللاعب لوحده
ما يقدرش يقوم بهذه العمليه. ما هو ده اللي انا ده اللي لازم الجمهور يعرفه من خلال قامه زي حضرتك. نعم. لا لا يسمونا الوقت ليه ده انت كده بتقول الاهلي بره الليله يعني. هو بره الليله قانونا قانونا الاهلي مش طرف القضيه مش طرف في القضيه خالص. الكواليس احنا عارفينها بقى، لكن من ادار العمليه عارف القضيه دي مثلا لو في اولها كان ممكن تعمل فيها شغل كبير قوي قوي. طب افكر حضرتك من اكتر من ست شهور حضرتك هنا في الكوره والجماهير في قناه في على شاشه الصحه والجمال قلت لي ان كهربا هيلعب في النادي الاهلي ومفيش وقف. الكلام ده من ست شهور. طبعا انا مش ساحر يا استاذ احمد، انا فاهم، انا راجل فاهم القوانين. ايوه خلاص بشوف الوقائع وبطبق وعارف ان الاهلي ودى اللاعب النادي البرتغالي وسابه فتره وبعدين جابه دي الحركات دي تحايل بقى. بص اسمه تحايل ده يا استاذ محمد، تحايل على القانون. لا انا ما بسموش تحايل، ذكاء مثلا، شطاره. شطاره يعني بص كره القدم لعبه مش فير خالص، مش عاوز اقول لعبه مش نظيفه، لا هقول لعبه مش عادله. أيوه. خلاص ايوه. والحاجات دي كنا بنعملها كتير قوي يعني، يعني كنا بنعمل اكتر من كده كمان. تمام. يعني كنا في لعيبه بنهربها بلاد تانية. أيوة. ونسيبها عشان تعدي فتره زمنيه معينه عشان فالاهلي لعبها بالذكاء باحترافيه. ايوه بالذكاء وصح. النادي طيب. البرتغالي تسمو صح. بمناسبه الاهلي في حلقه للكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره في النادي الاهلي مع برنامج رامز مجنون رسمي، وان النادي الاهلي دلوقتي بيحاول ان يدفع فلوس للقناه علشان ما يذيعهاش. انت شايف برضو الدنيا رايحه فين في الحته دي؟ طبعا سقطه كبيره سيد عبد الحفيظ انه يعمل حلقه بهذا المحتوى والمضمون، لان رامز بيسخر من الضيف. أيوة. وده كيان في النادي الاهلي. لا وبعدين انت يا سيد عبد الحفيظ مش ملك نفسك. ايوه ده انت رجل عام. أيوة. حتى لو كنت هتاخد ملايين الملايين انت. طيب. كده دي سقطه كبيره يعني. وجود تركي الشيخ مع قناه ام بي سي ممكن مثلا باعاده الاموال للقناه ممكن ما تتذاعش الحلقه؟ والله بحكم تجربتي، هو كلمه السر في الموضوع، بحكم تجربتي مع تركي الشيخ وانا. أيوة. بقول تجربتي. أيوة. بكل ما تحمل الكلمه من معنى. أيوة. ونحن مش واحنا مش متفقين خالص. تمام كويس. ممكن يعمل اي شيء، يعمل اي حاجه طبعا يقدر. نكمل بقى موضوع كهرباء. كهرباء لان لسه فيها كلام. ماشي كويس. قضيه كهرباء بعت الزمالك استعجال محاميه. ايوه. فقالوا ان احنا محتاجين مور انفستيجيشن، تحقيقات زياده. أيوه. في القضيه، لكن هي قربت على نهايتها. أيوه. قضيه الكهرباء ايضا هيكسب هذه القضيه. ليه؟ كهرباء سيبك من كل الكلام اللي بيتقال، هما حاجتين اتنين، واللي بيدير القضيه هو بيقول لك جان باولو مونتينيري مش هو محامي كهرباء، لا هو محامي كهرباء، بس هو مش ظاهر في الصوره. أيوه. هو محامي النادي الاهلي، بس جان باولو مونتينيري محامي بيفهم اوضاع انتقالات لاعبين كويس، وانا تواجهت ضده في اكتر من ست قضايا. تمام. والحمد لله كسبتهم كلهم. تمام. ست قضايا كسبتهم، ويعني ابقى احكي لك بعد الحلقه. طيب. يعني قضايا الكواليس. بص انا في الملعب ده الحمد لله انا ما بقابلش قضيه خسرانه، لكن انا عارف انا بعمل ايه في الملعب. وقتنا بينتهي تقريبا. في عجاله. كهربا موقفه ايه؟ موقفه قوي. قوي. كهربا عنده نقطتين اتنين، النقطه الاولى انه له مستحقات ماليه. أيوه. عن عقده ما خدهاش. ده في نادي الزمالك. في نادي الزمالك. كويس. سيبك من حته العقد موثق ولا مش موثق. أيوه. دي ما تهمش الفيفا خالص. العقد موقع عليه النادي، اللاعب والنادي. اتفضل. طبعا الوقت مع الاستاذ محمد بيومي محتاج ساعات كتير، لان بيتكلم في وكان معانا اسئله كتير ما خدناهاش، ولكن في عجاله كده نقدر نقول رمضان صبحي في النادي الاهلي. خص الزمالك سيخسر قضيه النجاز وكهربا. خالد بوطيب وكهربا. نادي الاهلي موقفه القانوني سليم في قضيه كهربا. انا اسف جدا ان احنا ما قدرناش ناخد كل الاسئله مع استاذنا الكبير. ده الوقت خلص. طبعا بتتكلم جد. جد والله. ده شويه صغيرين قوي. ان شاء الله في حلقه. قعدنا قد ايه؟ ساعه. بعدي بسرعه. يعني نرجو ان احنا نكون اسعدناكم، وان شاء الله يعني الاستاذ محمد على الهوا اهوت يوعدنا ان يبقى معانا حلقه ثانيه، لان معانا موضوعات كتير ولازم ناخد اراءه الصائبه. كان نفسي نتكلم في موضوع اتحاد الكوره. لا كان اتحاد الكوره ده مشكله. ده موضوع طب بتاخد على لساني بقى. طب ايه راي حضرتك سنه وبعد كده اربع سنين؟ طب خد في عجاله. معلش في عجاله لان التتر هينزل بقى. طب سجل بقى. ايوه. سوف يفشل اتحاد الكوره في اداره الجمعيه العموميه الانتخابيه. ايوه. وهي المهمه الرئيسيه التي جاء من اجلها. شكرا شكرا يا استاذ محمد، واشوفكم الاسبوع القادم على خير ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.